بتحبيها الابتسامة هوليود زينب؟ انا بحب الابتسامه الجميله، لا هوليود ولا شيء، سوريه كذا بس تكون جميله. صحيح، وهذا الحكي يلي دائما هيك العالم حتى اقرب للعالم وبتحبه العالم، لكن منذ سنوات عم نلاحظ ازدياد كبير بنسبه المقبلين للحصول على ابتسامه هوليود التي اطلق عليها هذا الاسم تيمنا بالمشاهير العالميين يلي دائما بيلجؤوا لتجميل اسنانهم والحصول على ابتسامة ساحرة، لكن شو هي الابتسامة؟ كيف فينا نحصل عليها؟ هل بتناسب كل الوجوه؟ هل بتناسب أيضا كل الأعمار؟ وما هي المعايير الصحيحة التي يستند إليها الطبيب في اختياره لشكل وحجم ولون السن لما يتلائم مع وجه المريض؟ لنحكي بالتفصيل أكثر عن هذا الموضوع وعن أسئلة كتار حابين نحن أيضا نسأل عنها، معنا الدكتور عصام كرشي ماجستير في طب الأسنان من جامعة مونتريال بكندا، والدكتورة شذا دغلاوي ماستر في تجميل الوجه والأسنان. سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. سعد صباحكم، يعني اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم لكل الشباب والصبايا، هو تجميل الأسنان. لكن اليوم بدي أسألك دكتور عصام، قدي عم تلمسوا بزيارات لعياداتكم ناس عم تحب تعمل تجميل أسنان بضرورة أو لا؟ يعني إذا كان بحاجة أو ما بحاجة حابة تجمل ابتسامتها. أول شيء صباحكم خير، ثاني شيء العالم صارت عم تركض على الموضه، تلاقي موضه بالعيون، موضه بالانف، موضه باللبس، عم يركضوا على الموضه. هي جزء من الموضه هي الاسنان. هلا الاسنان في لها ناحيتين، في استطبابين، فينا نحكي شيء استطباب طبي وهو ضروري اللي هو تقويم الاسنان، اذا كان متراكبين، اذا كانوا متصبغين، اذا كان فيهم مشاكل نخور سنيه دائما بنضطر انه نعالجهم عشان يطلعوا حلوين. لانه نحن بشكلنا يعني جميلين، كل انسان جميل لحاله، مثل ما كنت عم تقولي حضرتك كسوريين يعني اخذين المرتبه الثالثه انتم بالعالم بالجمال. كل انسان لحاله حلو بشكل شخص. صحيح. لحاله حلو، ان الله جميل خلق الانسان بالسؤال. احسن تكوين. نحن بنظبط الشغلات اللي بتتناسق الوجه مع بعضه. يعني في عندنا اشكال الوجه، وجه دائري، وجه مستطيل، وجه مثلث، ما بنقدر نحط لهم كلهم نفس الاشكال الاسنان او نفس الابتسامه اللي كانت عم تقول عليها الان سالي. صحيح. المشاهير اللي عم تقولوا عليها المشاهير، في كثير مشاهير عالميين شوفيهم بلا ضحكه، مسكرين تمهم وهيك قاعدين، ما لهم حلوين، ما لهم جذابين، خلينا نحكي الكلمه، بينما شوفيها هي عم تضحك يا جوليا روبرتس، بتلاقي شدك، بتشدك ابتسامتها، بتشدك تنسيكي المنظر الباقي تفاصيل الوجه. مشان هيك نحن عندنا مقاسات خصوصيه بنناسق بين شكل الوجه وشكل الاسنان وشكل الابتسامه، وفي شغلات قياسات زياده معايير بين هي المسافه بين العيني، شكل الانف، مشان يصير تناسق كامل بوجهي. نعم دكتور، هيك ذكرتني بجمله بيقولوها دائما، بدوروا عليا حتى هيك مبسمه حلو، فيعني ابتسامتها حلوه. رح ننتقل لك دكتوره شذا لنحكي عن الحالات التي تستدعي تجميل الاسنان. هلا نحن في عندنا كثير حالات تستدعي تجميل الاسنان، طبعا مو بس ابتسامه هوليود، هي جزء من التجميل. تجميل عندنا ممكن نستخدم تقويم الاسنان، ممكن انه نستخدم الزيركون، ممكن انه نستخدم حتى تنظيف، اذا عملنا تنظيف للثه، عملنا شيء بسيط رح يطلع شيء جمالي، يعني مو انه مرتبط بابتسامه هوليود. صحيح. بس هي الابتسامه هوليود يعني هي هلا موضه العصر، والابتسامه اللي بتعطي الضحكه الحلوه والثقه بالنفس، انت يعني انت وقاعده، انت باي مكان كنتي فيه، يعني الابتسامه بتعطيك انه انت كثير عندك ثقه بحالك، يعني بس تكون اسنانك وضحكتك حلوه فانت عم تجذبي العالم لك. فالحالات اللي بنلجا فيها نحن للتجميل هي حتى ممكن تكون شغلات بسيطه، من زيركون، من فينير، من تقويم اسنان، في كثير قصص، كثير قصص يعني، بس نحن بندرس كل حاله على حدا، ما فينا اي مريض يجي بده يعني هوليود سمايل نحن نعمل مثل ما بده، يعني في استطباب وفي مضاد استطباب لكل حاله من الحالات. نعم. مثلا ابتسامه هوليود
محدده مثلا للاشخاص مثلا اللي عندهم كثير مثلا اعلاميين، اشخاص مشهورين، يعني عندهم كثير احتكاك اعلامي بين ظهور. الناس وظهور على الاذاعات التلفزيون. عندهم ما في مشاكل كبيره بالاسنان، هي اهم شيء، يعني هي عباره عن قشره كثير رقيقه، هي يعني اذا فيها الاسنان متاكله متهتمه ما فينا نحن ابدا انه نلجا لابتسامة هوليود. حالات نلجا لحاله ثانيه مثلا بديل، مثلا ممكن الزيركون لانه هو بيعالج الاسنان التالفه المتاكله المتهتمه فيها مشاكل كبيره. ممكن انه نلجا. حالات التقويم كثير هي كمان بتعطي جماليه، بتغير من شكل الفك كمان، يعني بنلعب بالفكين. هلا الدكتور بيقدر يحكي اكثر انه هو اخصائي تقويم يعني اساسي قبل ما نطلع على سافر على كندا. طبعا كمان عملت 4 سنين هون اختصاص تقويم اسنان. بهذا الشيء بنحضر المريض ليكونوا اسنانه حلوين، لانه بعمر صغير 12 ل 14 سنه ما ممكن تجي تلبسي له اسنانه او تحطي له فينير او يضل عمر طويل هو متراكبين اسنانه ورفقاته يضحك عليه، فكه نابه، فكه السفليه نابه، يعني كمان بياثر على نفسيه الطفل. مشان هيك بنحضره بنساوي له اجراءات طبيه علاجيه اللي هي تقويم الاسنان بعمر، وافضل عمر نبلش صغير بين 12 ل 14 سنه حسب الذكر والانثى. نعم، دكتور عصام، يعني خلينا نحكي شوي، ذكرت انه ما كل الوجوه بتتناسب لها نفس الشكل، المعايير خلينا نحكي ما كل ابتسامه تناسب اي وجه. نعم، يعني ما كل ابتسامة الاسنان شكل الاسنان ما بيناسب اي وجه، خلينا نحكي على المعايير الجمالية اليوم اللي بيناسب شكل وجه المريض او المريضة، خاصة مثل ما قلت بالبداية دائما في موضة شائعة عم تتغير، في شيء كلاسيكي وفي شيء موضة شائعة، لكن يطبق حسب مثل ما قلت كل وجه، فخبرنا عن المعايير. هلا مبدئيا بيجينا مرضى بيقولونا بدي انا ابتسامة جوليا روبرتس، الشباب عندنا الممثل المحبوب باسم ياخو، بدي ابتسامة باسم ياخو، يعني ايه يعني كل الشباب صاروا بيحبوه، يعني بيحبوا ضحكته، بحبته، طيب بحبوا لون اسنان تبعه، طيب ما بيزبط عليه. صحيح، يعني لون الاسنان تبع الاستاذ باسم كممثل مشهور كاعلام ك يعني بيطلع على التلفزيونات، بيطلع على الفضائيات، بيطلع على الاعلاميات، كثير حلو، كثير بيعطيه سكسي. اما بالنسبه لشخص عادي، شخص صغير بالعمر، هالبياض الناصع هذا الزايد ما بيزبط معك، ما بيلبق لوشك. ولسه شائع او دارج البياض الناصع كثير ولا الاقرب للطبيعي اكثر؟ هلا بلشنا توصل الوعي اللي كنتوا عم تحكوا فيه قبل شوي، انه في وعي انه هذا لا هو عباره عن مرحله، هو مثل ما قلتي موضه، فتره بتضوج 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 تطلع بعدين بترجع على النورمال. فالنورمال احلى شيء اللي بيلبق لاسنانك. صحيح. هو اللي بيلبق لوشك، بيلبق للون بشرتك، بيلبق للشكل الوش، لازم يكون في تناسق بيناتهم كله. صحيح، يمكن هي عملية متكاملة، خاصة هو الأسنان A وB ودرجاتية ورب العالمين. تماما، رب العالمين يمكن خالق لكل حدا شيء اللي بيناسبه وتفاصيل يلي بتناسبه، لكن أحيانا دكتورة شزا أيضا حكى الدكتور نقطة مهمة هي التقويم، إنه نعالج نحن أيضا من حالة تقويمية، وأيضا نحن نعالج من المشاكل قبل ما نحن نعمل فينير لما نفوت بأمور ثانية. نحن بنشوف كثير أخطاء شائعة يلي هي حدا عامل فينير ولكن عصب سنه ومتروك نصه ونصه مو مشيول وفي آلام وفي قصص، يعني نحن ما رممنا اول شيء، اسسنا دغري نحن اللي حطينا فينير من الناحيه التجميليه، فقديش لازم نحن يعني نعمل تشيك على الاسنان كلها، نخوره، تسوس، شيء ثاني يعني غير التقويم؟ طبعا هي سؤال كثير حلو، لانه نحن مثلا اي مريض بيجينا في عندنا اول شيء حاله تشخيصيه، تشخيص عندنا صور اشعه، في عندنا تشخيص سريري مع الاشعه، فهدول الاثنين مع بعضهم نحن بنشوف شو عنده حالات علاجيه لازم نقوم فيها قبل ما نبلش باي عمليه تجميليه. وطبعا كل طبيب عنده اختصاص، في عندنا هلا ما عاد اي طبيب بيشتغل لبيه مثلا سحب العصب، في له طبيب اخصائي، هو اي مريض عندنا يا لبيه، حاله لبيه، سحب عصب اسنان عفنه، نحوله لطبيب اخصائي، يعني طبيب الاسنان ما عاد هلا اشتغل كل شيء، صار كل اخصائي، صار في اختصاصات. نعم. يعني تجميل بيشتغله طبيب التجميل. نعم. لبيه، التيجان، الجسور، اللثه، التقويم، يعني تماما كل، فاهم شيء
تشخيص مع الصور الشعاعيه قبل البدء باي عمل تجميلي. نعم تماما. دكتور عصام كمان نسالك، بما انه كثير في زيارات لعده مرضى، ومثل ما قلت من الحالات يمكن انه بيجيبوا لك صوره ممثل او ممثله انه بدنا نفس الابتسامه او نفس شكل الاسنان، الاخطاء الشائعه اللي ممكن بعض العالم او الناس يرتكبوها او ما يجهلوها ما يعرفوها انه علميا او طبيا، اليوم نصححها شوي. اضافه الى انه هل بتنصح اذا كانت الاسنان صحيه وجميله بتجميلها؟ هلا الاستطباب هو العلاج الطبي، في عندك مشكله بدك تعالجيها طبيا، اسنان مثل ما حكينا اول شيء بتكون مثلا متراكبه وما بيقدر يعمل تقويم او وظيفته او شغلته او كمذيع او اعلامي او ممثل، ما بيقدر يركب تقويم لمده سنه سنه ونص سنتين، صعب عليه. حالات اسنان النخره، الاسنان المتصبغه، اسنان الصفراء بصفرة كثير، في ناس بتدخن بشكل هائل خاصه على موضه الارقيده، شيء مو طبيعي صار بده ياخذ نتيجه سريعه بفتره قصيره. مشان هيك بنلاقي استطباب الحالي، اذا في له استطباب انا بعطيه 1 2 3 هدول استطباب لحالتك، شكل الاسنان هدول بيتلابوا، شكل لون الاسنان هدول بيلبقوا لوشك، بعطيه هدول اسمه الخطه العلاجيه. هو اذا بده يرفضها يرفضها، حر، بس انا كطبيب مسؤوليتي اعطيه كل التفاصيل كل الديتيلز، انصحه شو يساوي، لانه هدول الاسنان مو ركبتيهم بكره الصبح غيرتي جاكيت ما عجبني. صحيح. هدول بيضلوا معك عمر. قد ايه مدتهم؟ دكتورة شزا، قد ايه مدة الأسنان الفينير أو اللومينير؟ هلا الفينير يعني مدته تقريبا من 10 سنين ل 15 سنة يعني، بس نحن بنعطي تعليمات كثير مهم يعني، بزر الأساس أكيد طبعا، عادات سيئة مثل إنه يحط إيديه بتمه أو أي شيء ألم أو أي أو يفتح يحاول يفتح معلبات أو أي شيء يعني أو يكسر شوزة يعني يعني انه في طبعا العنايه الفمويه كثير بده يضاعف العنايه الفمويه طبعا، فرشات الاسنان، مضامد فمويه، الخيط السني، اكيد هدول يعني هو بيجي عليه عاتق انه اكبر من اي من العادي من الاسنان العاديه او الطبيعيه، بتحتاج عنايه يعني كثير كبيره. انه انا لبست اسناني خلص لاستعمل فرشايه لعنضف هي بالعكس تماما. اول ما تركب التركيبات الزيكون الفينير اي بتبلش عليك مسؤوليه اضافيه. نعم. عنايه زائده دبل ماما. يعني في ايضا اشخاص ما بيطلبوا فينير، بيطلبوا لومينير او بيطلبوا الزيركون. الزيركون اكثر شيء، هلا بيقولوا انهم مثلا ضيان، هل الحديث هذا مزبوط؟ يعني في كثير الزيركون معدن قوي طبعا، نحن هو يعني صلابه اكثر من الفينير، مقاومته وصلابته قويه كثير الزيركون، وفي عندنا الوان ونتيجته ممتازه. نحن بس قلنا انه الزيركون بيختلف عن الفينير كثير، لانه الزيركون انت عم تحكي على يعني ما فيك تعمليه لاي لموري مثلا اسنانه سليمه كل يعني ما في عنده نخور، ما عنده مشاكل بالاسنان، ما عنده مشاكل كبيره، بس الزيركون هو عباره عن تيجان يعني بدل المعدن تيجي هي معدن الزيركون اللي هو متين ومقاوم وصلب كثير، والوانه كثير كثير عم يعني بتناسب كل البشرات، في ستاندر كثير كبير من الالوان بتناسب كل حلو انواع البشرات والوانها. صحيح. نعم. يعني دكتور عصام، بما انه كمان هيك اشرنا للتقويم وحضرتك اخصائي تقويم، اليوم كثير من الاهل بيغلطوا اغلاط شائعه مع اطفالهم، بيتاخروا بتركيب التقويم او ما بياخذون عند الطبيب المختص حتى تصير مشكله كثير كبيره. اليوم اول شيء شو بتنصح لاي حدا كيف الانفيه تكشف انه ابنها بده تقويم؟ اثنين، بزياره الطبيب المختص باي عمر بتنصح بالتقويم؟ حلو السؤال، كثير كثير مفيد للاهل للعائله، مفيد للاولاد. لانه غالبيه المرضى بيجوا لعنا بيقولوا اسنانه هلا عم يبدل تماما، اتركوا له يبدل كل اسنانه 14 15، بيكون على مثل الشامي اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، الفك السفلي هجم لقدام، تقدم صار الفك السفلي صار هيك ما عاد فينا نعمل له شيء، صار بدنا نلجا للجراحه بعد الصبح، لك الفك العلوي صار فيه بروز شديد، صار بجوز نضطرنا الى اسنان. قديش صعب لطفل عمره 12 سنه عم تقلعي له ضواحك مثلا، قديش قاسيه
الولد تلاقي بعمره 7-8 سنين عنده بروز بالاسنان العلويه بشكل شديد، تلاقي الاسنان طالعين برات الشفه، لا بيقدر يحكي مع رفقاته، حتى في منهم يضحكوا عليه، يعني قديش اثرت على نفسيته. الام هي بتشوف تاخذ استشاره، غالبيه استشاراتنا عم تكون مجانيه، ما عم تتطلب منك شيء، صوره شعاعيه وتجي استشاره مجانيه، بس هي بتشوف، اول ما تشوف الشيء غلط تراجعي الطبيب، اطلبي صور، شوفي استشاره اختصاص الطبيب. افضل عمر لعلاج التقويمي هو 12-14 سنه، زائد ناقص شوي، بس هالرينج تبعه. نعم. نعم. ليش؟ لانه هي المرحله هي تبديل الاسنان، نحن طالعين من مرحله الاسنان اللبنيه بنفوت بمرحله الاسنان الدائمه، بها النص تمام، هي انسب مرحله، بتحكم بالفكين، اذا في بروز بالفك العلوي، اذا في بروز بالفك السفلي، بنظبط، بنرصف الاسنان، اسمه الفعل، نرصفهم بشكل ابتسامه حلوه وحلوه وظابطين مثل حضراتكم، لا بدكم تركبوا فينير ولا بدها ابتسامه هوليوود، لانه ان شاء الله تضل هيك دكتور ان شاء الله. يعني عملنا دعايه، ايه في مده معينه، يعني في وعي، والله عن جد صدق ما عم بحكي مصارعه، صحيح دكتور، في وعي، لو مو اهلكم وعيانين على هالشغله وملحقين باول او تابعوها بعد فترة. ولا حضراتكم اكيد يمكن نوهتوا لكل مشاهدينا بانه وعي الاهل كمان ضروري كثير، وخاصه باعمار صغيره، مثل ما بنشوف، لانه بيقولوا التقويم على عمر صغير بيعطي نتائج افضل، أروع. من اروع من اللي عم بتقول، وحتى بالنسبه للوضع الاقتصادي عندنا هلا بالبلاد 100% عم بتكلف النص اذا مت ثلث عن غير بلدان، صحيح، لك حتى على الاهل. دكتور عصام، قد ايه ممكن يحط الولد التقويم؟ ممكن تضل سنوات عديده؟ هلا في صار طرق حديثه، ما عاد في سنوات، صار متحرك عديدة. في منه صار في متحرك، فتره 6 شهور بتاخذ صف اللي بنقدر عليها، كمان بشرط عمر الصغير. اه تمام، عمر الصغير فيك تحكمي، بيكون الاسنان بعظم، العظم ساتو يستجيب بسرعه معنا، عمر 12-13-10 سنين ده كله بيستجيب بسرعه، العظم تلاقي الاسنان صفت خلال فتره بسيطه، خليه لعمره 17-18 سنه، زاد التراكم، زاد المشاكل، زاد الالتهابات اللي لسه، زادت الكلفه الماديه. مزبوط، مشاكل كثير يمكن بتعانوها مع مرضاكم احيانا، وبكون عندكم غير عاتق انه انتم دكتور باختصاص معين، بصير عندكم عاتق ثاني هو توعيته للشخص، اعطاء ابداء راي. مثلا في اشخاص كثير تجي بس هيك حابه تغير، تقيم وترجع تحط، طيب قديش انه النصيحه مهمه؟ وفي اشخاص بيكونوا اسنانهم كثير حلوين، مانن بحاجه لا لفينير ولا لزيركون، كمان بس حابين انه يقلدوا، ما عم نحكي نحن، حابين انه بدي مثل ما اجوا لعند الدكتور وقالوا له بدنا مثل حدا، فقد ايه في حاله كمان بتواجهوها مع المرضى انه لا اقناع، يعني والله اسنانك حلوين؟ اقناع المريض شغله ما ننسى، انه هو بيكون جاي وحاطط بباله انه انا بدي هذا المنظر، هذا الشكل، هي الصوره، صوره انه ايه. اوكي، بس نحن مهمتنا، نحن انا كواجبي كطبيبه انا شوف الحاله، ادرس الحاله واعطيه الحل، صح. يعني انه انت انسب حل لك، مثلا فلنفرض انه الزيركون هو مثلا بده فينير، انا بقول له مثلا حسب حالته ودراسه حالته والاشعه وحسب حاله اسنانه يعني ولون بشرته، يعني كل شيء بدنا تناسق بشرته، لونه، عمره، يعني الستايل تبعه، كل شيء يعني بيلعب دور، انه انا لازم التبييض المنزلي، بس قبل ما ننسى التبييض المنزلي بيعطي نتائج، بيعطي نتائج خفيفه طبعا، ما مثل التبييض ضمن العياده الليزر، لانه نحن المواد الليزر افضل طبعا بالعياده، وبيعطي نتيجه اطول، انت بتاخذي نتيجه بالتبييض المنزلي، بس لانه تركيز المادة بيكون خفيف، فهي صحيح. بتروح ب يعني فترة قصيرة، اشراف الطبيب بالعيادة طبعا احسن لتطبيق المواد، صحيح، المادة بتطبيقيها على كل سن بسنه، كل كمية، كل وقت، لانه بنحط وقت معين وكمية معينة، صحيح، اما انت عم تحط المنزل عم تحط كمية نتائج سلبية، حتى المواد عكسية طبعا، صار في لها انواع طبعا، من بلد ومن بلد ومن بلد، فصار في لها انواع، جودة المادة بتأثر ايضا، درجة اولى هي جودة المادة، درجة اولى، نعم، وخبرة الطبيب، تنصحوا دائما مع بعضهم باشراف يعني. الطبيب حتى التنظيف المنزلي يتم، ما هيك؟ ننصح يعني تبييض المنزلي، تبييض يعني حسب المادة انه انتم تنصحوا فيها، المادة اللي بتناسب او الاكثر جودة، ننصح طبعا، بننصح، هلا في ناس ما في امكانية تعمل تبييض ليزر مثلا، ننصحها مثلا في مواد، في شغلات معينة ممكن نعطيها اياها، وطريقة الاستعمال، ويعني مقبولة طبيا، مقبولة 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 طبيا، بس مثل ما حكينا ما بتعطي نتائج ال
مقبولة طبيعه الليزر ضمن العيادات. نعم. ليه لازم تكون التبييض المنزلي مرخص من الصحه العالميه؟ عم يصير مشاكل باللسه نتيجه بيع مستحضرات زينب بيبيعوها يعني بمكان التجميل تبحث لتبييض الاسنان، يعني اقلام عم يبيعوا كثير. هي النقطه لازم ننوه عليها، بتساوي مشاكل طبعا لثويه يعني قديش. نعم. نعم. وبتضر الميناء سالي. صحيح، لانه عباره عن هي مواد مبيضه تجاريه مثل اللي عم تستعمليها لتنظيف اي شيء يعني. بس معقول تضع تسحل الاسنان؟ تسحل مين الاسنان؟ بتصير عندك حساسيه زياده يعني عند المشروبات الساخنه والبارده، فبتعمل اضرار. نحن يعني بغنى نعم وما بننصح فيها، يعني انه دائما ضمن استشاره الطبيب، يفضل ضمن استشاره الطبيب خاصه بما يعني يتعلق بالاسنان، لانه شيء يعني الطبيب المختص حيعرف فيه اكثر منا، انه شيء تجميلي شيء طبي وصحي اكثر. دكتوره عصام، يعني في بعض العادات الخاطئه بالمجتمع، مثلا انه مثلا اللي بيشرب ليمون كثير عم تتاكل عنده مين الاسنان، اللي بياكل كثير اشياء قاسيه عم تكسر اسنانه. يعني مجتمعنا السوري الشرقي في كثير من العادات الحياتيه والغذائيه اللي بتضر الاسنان، فينا نحكي شوي عنها وشو استطباطباتها؟ علاج نعم، او هي الشغلات الغلط اللي ما لازم الواحد يعملها. هي مثل ما قلتي انت، عادات خاطئه. صحيح. اذا ما اجى حدا نبهه لهالعادات الخاطئه ما حينتبه لها. الولد بياكل اظافيره، اذا ما اجت الام نبهته عليها ما حينتبه عليها. اولاد بيمصوا اصبعهم، اذا ما اجى حدا هي بتاثر على تقدم الاسنان. لا كان بيخرج عمر صغير بيقرب الفك، يعني هي الاصعب يمكن اكثر شيء الواحد لازم ممكن تتعالج، لكن الفك هي الفك يعني اموره اصعب. بيبصوا الاهالي بالاهل انه والله عم حط ايده بتمه مهضوم الولد، وهم عم ياثروا عليه سلبا. وشغله حلوه كمان قلتيها، كمان في اعتقادات كثير بنسمعها، مثلا السكريات، انه طول ما اكلتي انت سكر زياده انه صار بيصير عندك نخور وتاهب ليصير عندك نخور، بس هو لا، هو مده بقاء السكر على الاسنان هي اللي عم تزيد النخور. عرفتي؟ فمو هي انه انت بتاكلي سكاكر كثير. لا معلش، خليهم ما ياكلوا سكاكر كثير. المشروبات الغازية اللي ما فيها سكر. صحيح. كمان هي بتسحل طبقة المينا للأسنان. أه. طبعا احنا بننبه كثير للخيط السني استعماله الخاطئ كمان. العيدان الخشبية. صحيح. كثير بتأذي والضرر ومرفوضة وممنوعة يعني. نعم. انه بتساوي كثير مشاكل بالأسنان وباللثة طبعا، واستخدامها الخاطئ انه في كثير ناس ما بيعرفوا يستخدموها، فهي مؤذية كثير يعني. يعني في كثير طريقه التفرشي بفرشوا كثير، انه هن كل ما شدوا على اسنانهم كل ما عم يبيض، وكل ما استعملوا فرشاي اقسى كمان عم يزيد بياض اسنانهم. فهن لا بالعكس يعني، الاهم شيء طريقه الفرشاي. نعم. استخدام الفرشاه بطريقه صحيحه طبعا، واختيارها بما يناسب طبيعه اسنانه يعني. نعم. فكثير في عادات خاطئه بنسمعها يعني، بدك زيارة الحوامل أو المرضى السكري القلب لطبيب الأسنان، إنه بيخافوا مثلا إنه أنا عندي سكري ما فيني إلا. طبعا هلا كله تطور، التخدير تطور، يعني فينا أي مريض نعالجه. تماما، يعني احنا كثير استمتعنا بالحديث معكم، وكانت معلومات يعني مهمه، ودائما احنا بنستفيد من هيدي المعلومات، وان شاء الله يكونوا مشاهدينا ايضا استفادوا منها. كل الشكر لكم، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا. شكرا لكم، كل سنه وانتم سالمين، وفصح مجيد. فصح مجيد ينعاد عليكم كلكم. ذوق، وبحب اشكر على الاستضافه، واللي انتم عم تنشروا الوعي الصحي لموضوع الأسنان، اللي هو ترابط بين المجتمع وبين الأهل. شكرا. أكيد نحن بنتشكركم على وجودكم معنا، وكل المعلومات التوعوية اللي أعطيتونا إياها إن شاء الله الكل يستفاد منها. شكرا لوجودكم. شكرا لك.